وأخيرا صدرت اكتشافات ساني وجوبا بعد 4 سنوات من الانتظار في المطبعة. زغردت جوبا وصفق ساني: أما أنا لم يكن أمامي إلا الصمت المغلف بالسعادة. صحيح رش سلمى. في هذه العبارات المعبرة أعلن الإعلامي والكاتب حسين الإبراهيم عن صدور السلسلة القصصية اكتشافات ساني وجوبا عن الهيئة العامة السورية للكتاب. واليوم رح نحكي سلمى أكثر مع ضيفنا الإعلامي والكاتب حسين الإبراهيم عن إنجاز جديد من إنجازاته. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. نورتنا. مباركين. أهلا وسهلا فيك أستاذ. بالبداية خلينا نسألك اليوم يعني قصة ساني وجوبا بداية من وين إجت الفكرة، وخصوصا أنه بهذا الوقت صلنا زمان ما شفنا هذا النوع من القصص المصورة. ساني وجوبا هي قصة طفولة، قصة حقيقية للطفولة. بدأت بسنة 2003، كنت لأول مرة كنت عم أكتب بقضايا قصص الأطفال. كتبت بمجلة أسامة بزاوية اسمها أصدقاء الحاسوب. كنا نعرفهم، صرنا نعرفهم على الحاسوب، على التقنيات الجديدة، ناخذ أسئلة من عندهم، كيف كانوا عم يفكروا، كيف عم شو طموحاتهم بالمستقبل، كيف عم يتعاملوا مع الأجهزة. بعد هاي التجربة اللي استمرت عدة سنوات، بنتي جابت سنجاب على البيت، سنجاب وسنجابة، حبتهم كثير، فصارت تكتب هيك مثل خواطر عنهم. فحفزتني انه انا اعمل قصة عليهم مرتبطة بالاطفال من جهة، قديش حلو هيك، ومرتبطة بتقانات المعلومات، هي اختصاصي انا، يعني انا كثير مهتم بهالموضوع. فربطت بين الحالتين وبدأت الكتابة باتجاه آخر له علاقة بالحيوانات والأطفال. ساني هو سنجاب، سنجاب قسمت كلمة سنجاب قسمين، ساني وجوبا. ساني سميته الذكر وجوبا الأنثى. وبدأت أفكر بالموضوع، هلا طولت الفكرة شوي وحتى خفت همتي بعد فترة لأنه صارت الأحداث. بدأت بعدين بفكرة أنه ليش نحن ما بنعمل مجلة إلى علاقة بالأطفال وبالمعلوماتية وتوجهات الأطفال بهذا العالم الجديد اللي ما حدا عم يكتب عنه. لأن بالوطن العربي كله ما في حدا خصص كتابات للأطفال إلى علاقة بالمعلوماتية والتقانات الحديثة وهالقصص هاي، رغم أنه مشاكلها كثيرة وإشكالياتها كبيرة، والطفل هذا اللي قادم على مستقبل كبير لازم يفهم هاي القصص. صحيح. هلا بلشت بفكرة مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وطلعنا مجلة اسمها المهندس الرقمي الصغير. هاي المجلة صراحة هي بدأت تفتح مع أفاق بالعمل مع الطفولة أكثر، وبدأنا بنشر مواد، كل المواد بالمجلة لها علاقة بالمعلوماتية وتقانة المعلومات. هلأ للأسف الشديد نحن الوسط اللي بيكتب للأطفال، وسط الأدبي، بيكتب للأطفال بلغته أو بلغة الماضي. الطفل بده شيء يأهله للمستقبل، يعني بده حدا يحكي معه بصيغة المستقبل، بأدوات المستقبل، بتقنيات المستقبل. كان في فقر كتير، فقر شديد في الوصول إلى معلومات، وكنا نتعذب كتير حتى نحصل على مواد صحفية للأطفال إلى علاقة بهذا الموضوع. ولكن رغم كل هالشي استمرينا. بسنة 2017 تبلورت فكرة ساني وجوبا بذهني تماما، وبدأت أنشر حلقات في مجلة أسامة عن ذكرياتهم مع بعض. هو ساني شخصية حابة تعرف كل شيء بأسرع وقت ممكن وما عنده حدود. أنت في من هالشخصيات اللي يعني هو فيك تسميه فرط نشاط، بس بده يعرف كل شيء وبده يتعامل مع كل شيء. وبده أخته الجوبا هي راكزة شوي وبتتعامل مع الأمور بمنطق وكذا، فدائما هي بتحاول تنصحه وتوجهه أنه لا هيك خطأ وهيك كذا، فما لازم أنت تتجه بهذا الاتجاه لأنه هذا الاتجاه بيعمل لك مشاكل كذا. فتعمل مثل
بتخليه يضرب فرامات يعني، عرفت كيف؟ فكان يسمع لها، بس لما بتجي غريزة النشاط عنده القوي، النشاط القوي بيطنش وبيشتغل اللي بده اياه، وحتى لو خرب ما عنده مشكلة مثلا إذا طير ملف لأنه عم يجرب على الكمبيوتر، كبس عليه وراح ديليت أو شيء، وما عنده مشكلة إذا شد الفيش تبع الطابعة، يعني هاي القصص ما بده يعرف شو بده يصير إذا شال الفيش من الطابعة مثلا أو هالقصص هاي، وما عنده مشكلة إذا عم يلعب بشغلة فيها مغناطيس وقرب على الجهاز وطارت الداتا من الجهاز، ما مشكلة، هو عم يجرب يعني، هو معتبر حاله انه عم يجرب، فخليني انا اجرب اللي بدي اياه وبدي نشوف شو بده يطلع النتيجة. ليش؟ هي تفسير المنطقي للحدث انه ما في اشباع للرغبة في التعلم بهذا المجال، لا بالاسرة ولا بالمدرسة ولا بالشارع ولا، فالاشباع كثير في نقص، نقص الاشباع بيولد حركة عند الطفل، هاي الحركة هي الاعتماد على الذات، صحيح، لحتى هو يحصل على اللي هو عم يدور عليها، اللي هو بده يكتشف، الطفل بده يكتشف، يعني ما فيك انت تجي تقول له واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، بده يعمل واحد كل شيء بنفسه، صحيح، وهو بده يكتشف بنفسه ويطلع معه نتائج يقتنع هو فيها ويحاول قدر الامكان يمشي عليها. قديش استغرق معك وقت تجهيز هاي السلسلة؟ يعني هلأ بقيت من 17 لل 2017 لل 2019 تقريبا، ب 2019 قدمناها للمطبعة والحمد لله اليوم طلعت. طيب خلينا نحكي، حضرتك لك تجارب عديدة بمجال الأطفال بالذات، مثل ما حكينا، حكيت قبل شوي عن المجلة اللي عملتها مع المعلوماتية، أيضا كان في لك مسلسل تلفزيوني كرتوني، صحيح، بعنوان العنكبوت الأزرق، شو كانت فكرته وشو اللي بيميزه عن باقي البرامج اللي كانت تعنى بالطفولة؟ تجربة العنكبوت الأزرق أيضا بدأت بال 2014 تقريبا، إلى علاقة نفس الشيء، الأبطال انتشرت بال 2014، بال 2010 و 2014 بهالفترة هاي كان منتشر شيء اسمه سحر الكمبيوتر، يعني انه هذا ساحر، هذا كذا، ومنتشر ايضا، كان منتشر افكار غيبيه اكثر الى علاقه بالكمبيوتر اكثر من انه منطقيه وعلميه وكذا. وبنفس الفتره كان في الاطفال والشباب بشكل عام عم يحاولوا بشكل او باخر انه يتجهوا باتجاه الادمان على الانترنت، الإدمان على التقنيات الحديثة، هاي عملية الإدمان كمان أخذتهم باتجاه إنه فرط نشاط، مما أدى إلى مشاكل كتير بالصف، بالمدرسة، بالشارع، بالبيت، مع رفقاتهم. هاي المشاكل بلشت أنا أحط أسس إلها، أسس قيمية، أسس أخلاقية، أمن التواصل، إنه ما بيصير الواحد يكون فقط يحكي مع اللي بده إياه أو شيء، وبعدين طبعا مثلاً البريد الإلكتروني، التقانات هاي فيها تعريف، تعريف لكل هاي التقانات، رح نعرفهم للأطفال عليها، على آلية استخدامها، على أخلاقية استخدامها، على موضوع الأذى اللي ممكن يسببه أي واحد بقصد أو بغير قصد لزملائه إذا كان تجاوز حدود معينة بالتعامل. فقصة العنكبوت الأزرق هو قسمت الاتجاه بالنحو المعلوماتي أو نحو الإنترنت بنموذجين، نموذج العنكبوت الأسود ونموذج العنكبوت الأزرق. العنكبوت الأزرق هو اللي بيدل الناس أو بيحل لهم مشاكلهم للأطفال بطريقة أو بأخرى، بشكل منطقي وأخلاقي وعلمي، والعنكبوت الأسود هو الشرير. فالعنكبوت البطلين هم نايا وهمام. نايا أيضا بنفس طريقة جوبا، هي تمثل رجاحة العقل، التفكير، المنطق، الكذا. همام أيضا نشيط كتير وبده يستثمر كل تقنيات المعلومات المتوفرة له، الانترنت، الموبايل، الحاسوب، كله بده هو بيعتبر حاله حر فيهم، فكان يحاول قدر الامكان انه يستخدمهم باي شكل من الاشكال، ولكن كان يوقع بمطبات،
نفس الشيء هاي المطبات تحاول نايا تخفف له من عبئهم او توجهه او ترشده او شيء. وطبعا هن كانوا ماشيين باتجاه نايا وهمام ثنائي يمثل طفولتنا بيحكوا عن كل هموم الاطفال، كل طموحاتهم، كل اسئلتهم، كل افكارهم اللي عم تتجه باتجاهات مختلفه، منها اتجاه انه اذا واحد اذاها كان لهمام فكان يحاول مثلا يالف له حساب وهمي ويضربه فيه. يعني فيها تعريف بالحسابات الجديده بالوسائل التواصل الاجتماعي، بس هي مو المهم انك تتعرف عليها، لا المهم انك تستفيد منها، تعرف تستفيد، تعرف تستثمرها، هي ما اجت لحتى تلعب فيها. باكد كثير بالعنكبوت الازرق على فكره انه هي ليست العاب، هي القصه ما أنا قصة العاب، لانه الطفل استفاده بيحاول يقرن كل شيء بيشتغله بالالعاب. فاجت اعتبروا مثلا الكمبيوتر لعبه، اعتبروا الموبايل لعبه، اعتبروا الانترنت لعبه، فبدون يلعبوا فيها بالطريقه اللي هم بيشوفوها مناسبه. فانا حاولت اوجه الاطفال من اللعب، من ذهنيه اللعب الى ذهنيه الاكتشاف والابداع والتعاون والاخلاق. اهم شيء كانت هي قصه الاخلاق، لانه اجتنا نحن موجه الانترنت والتقنيات الحديثيه دخلت علينا بدون تهيئه اخلاقيه او قيميه مجتمعيه، فعملت كثير من المشاكل. العنكبوت الازرق بحاول قدر الامكان يوضع الاطفال ويوضع حتى كل من يشاهد لهذا المسلسل في المكان المناسب من هي الموجة الجديدة، موجة المعلوماتية، موجة تقنية الاتصالات، أمن الاتصالات، أمن التواصل بين الزملاء، العلاقة بين الناس إذا فتحوا كل واحد عرف عن كل شيء عن الثاني، إنه كيف بيعرف علاقته مع المدرسة، كيف بيستفيدوا منها، كيف مثلا أنا بروح بدل ما أروح على مكتبي وكتب وكذا صار فيني أنا أجيب كتب من الإنترنت واحصل على اللي بدي اياه، ومعلومات. يعني التوجيه باتجاه انه انا بدي استثمر، هاي الاستثمار وليس مجرد استهلاك. اكيد فقط. اكيد. يعني اليوم وقت قليل كان مع حضرتك، ما اسعفنا لانه اكيد بجعبتنا كثير اسئله لنحكي ونتعرف اكثر عن هالشغف وعن هالماده الجدا مهمه للاطفال بهذا الوقت. بدنا نشكر وجودك معنا وان شاء الله بيكون لنا احاديث اخرى بلقاءات ثانيه. شكرا جزيلا لوجودك. نشكر وجودك معنا واهتمامك وكتاباتك الدائمه للاطفال.